ابني الاستثناء باللغة موضوع جدا صعب، فلازم تفهمه حتى تجيب درجة كاملة. شوف ها، نزل ايدك ونزل رجلك، وين قاعد؟ بكوفي. اوكي استاذ. شوف هذا المثال عن الاستثناء. من نقول حضر الطلاب كلهم الا زيدا، من المستثنى؟ ما اعرف استاذ. ها لا عاد افهمك بطريقتك. من نقول رقمت كل البنات في المول إلا أم الأخضر، من المستثنى؟ أم الأخضر. شفت؟ بس نزلنا المستوى تفكيرك الضحل الأمور مشت. الله يخليك أستاذ. زين. من أقول لا أسبح في كل الأيام إلا يوم العيد، من المستثنى؟ يوم العيد. شوف ما تشوف الريحة كتلتني؟ لأن بس يوم العيد. زين هسه شوية راح نرتقي، لأنه ما راح نجاوب على ذني إحنا. أوكي. نجاوب على أمثلة صحيحة. من نقول حضر العلماء كلهم إلا العالم اللوذعي، من المستثنى؟ أم الأخضر؟ لا أم الأخضر ما عبرتك، لأن ما تسبح بس بيوم العيد. أوكي. إحنا هسه بهذا المثال. حضر العلماء كلهم إلا العالم اللوذعي، من المستثنى؟ ما أعرف أستاذ. شوف بس ارتقينا شوية الأمور تخربطت. إنزين ابني بالله شلون تريد يسألونك بالبكالوريا؟ يسألونك عن سعلوسة حتى تجاوب؟ يسألونك عن الثريد حتى تجيب 100؟ ما يصير هيك يا ابني. مو أنا ترى مستقبلي مرهون بذكائك اللي هو حاليا ما موجود. شلون يعني استاذ؟ مو إذا ما جاوبت ما يقولون أنت دتشدبنك، يقولون أنا ما أعرف أدرس. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أستاذ، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أجيب درجة إن شاء الله. أهلاً. هذا تشال. يا مرحبا، أهلاً وسهلاً. أقول أختي قلتي لأبو الفلوس على البيت؟ قلتي يلا تفضل. أي ها، وإذا بيه النقص خبر نور. تعاي 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 تعاي. شكو؟ يا نور، هو نور ذاك اليوم قال له طالب منهم فلوس زيادة والزايد بينه وبينك نتقاسم. هذا شون هذا شون قاعدين بالبيت هذا؟ خل أحسبهن يا الله. أستاذ أنا أحسبهن؟ دروح أنت درجات الامتحان ما تعرف تحسبهن، أنه تحسب الفلوس ولو بيهن مشققات بس هاي شنو أختي؟ شنو؟ يعني 500. اي طبعا 500، احنا مسلميك لي قدام 1.5 مليون، وهاي 500 صار مليونين. لا احنا متفقين على 3 ملايين. شنو؟ طبعا متفقين على 3 مليونين وبس. لا 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 انت مو كنت موجود، اتذكر ابوك كان قاعد هنا وقلت له يابا 3 ملايين، وقال من هاي العين قبل هاي العين. مليونين استاذ، ابوي قال لك 1.5 مليون، إيه؟ واذا ابني تطور انطيك مليون. اها اذا تطور وهياته ليه هسه ما متطور. وابنك شي طوره؟ ما تقولي لي ابنك ما يفتهم المثال الا افوت المثال بالبرجر بالبلاي ستيشن وخريدك بالبنات، يا الله يفتهمني. ابنك مطفي ترى، مطفي من الرئيسي. وهو لو يفتهم كان جبناك. أختي يمكن أنتي ما تعرفين شو صاير هسه العالم، ظلوا حتى الطالب الشاطر يخلون له مدرس خصوصي حتى يضمنون 100، فإيدك على 1,000,000 دينار. هاي الفلوس تعجبك تاخذها أخذها، ما تاخذها أنت حر، إحنا متفقين على 1,000,000. أساها بحظكم وبختكم، ماكو هيتشي يعني. أنا متفق. لا لا أنا عيني إذا هالشكل عاد ما أحكي وياك، صيحي لي أبو الفلوس قصدي أبو البيت على مود أحكي وياه. الكلام وياي أني مو ويا أبو الولد. أي أستاذ، مو أمي هي المسيطرة. ها هي المسيطرة. يعني الفلوس راحت ما راح أحصل شي غير ذني 500؟ كل شي ما راح من عندك. أنت هسه ببيتنا، لا نطلبك ولا تطلبنا. وإذا مصمم مصمم، أكو جزامة بالباب ما كل المطر. جيب لك ستوتة وأخذها، غير هذولة ما عدنا، لأنه إحنا متفقين على 1,000,000.
خلاص الحين لعد على مليونين، لعد انا اطلع ويا رب ان شاء الله ان شاء الله هذا المليون اللي بلعتيه تصرفينا على الفلر ويفش ثاني يوم. ها شنو هالسلافه يا تدعي علينا وانت ببيتنا؟ قولي ان شاء الله تصرفيهن على البيجات وتطلع الملابس كلهن مو قدك. هاي شنو من مله هذا الرجال؟ والله اوفي هاي شنو؟ اوفي اوفي ماما اوفي. اني هيك سلافه ما شايفه. اخ اخ منك انت اخ. ايش اسوي لك؟ ما تقول لي حرت بيا طريقه اني اتعامل وياك. اي عادي تفضل. بس دير بالك تقول للأبو زين؟ أوكي شيء بتقلبي.